السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم من جديد في فيديو جديد ومعلومات جميلة جدا كل ما يخص الحشرات. معكم مهندس محمد أبو حسين، مهندس زراعي مختص في مجال مكافحة الحشرات والقوارض. موضوعنا اليوم عن تقسيم الحشرات حسب أماكن مهاجمتها للإنسان وأيضا أماكن تواجدها، وراح نحكي مثال عن كل نوع من هاي التقسيمات. إذا أنت مهتم في الموضوع يا ريت تستمر في مشاهدتنا لنهاية الفيديو، وأي ملاحظة أو أي تعليق يا ريت تكتبوا لنا إياه أسفل الوصف. زي ما حكينا في بداية الفيديو ومقدمة الفيديو انه راح نقسم هاي الحشرات حسب الاماكن تواجدها، وتواجدها في المنزل يسبب الضرر الكبير على الانسان من نقل الامراض، من اعراض لذغ وتحسس. يعني الحشرات سبحان الله، خاصة الحشرات المنزلية لها اضرار كثير كبيرة على الانسان. اول تقسيم وهي الحشرات التي تطير، الحشرات التي تطير وتقف على الوجه وتلذغ الأماكن المكشوفة مثل الذباب والبعوض، وأيضا ذبابة الخيل وذبابة الرمل. هاي الحشرات بنقسمها حسب إنها لها أجنحة تطير تهاجم الأماكن المكشوفة. ثاني تقسيم وهو حشرات تزحف لجسم الإنسان، لا يوجد لديها أجنحة مثل بق الفراش. بق الفراش تجذبه طريقتين لجسم الإنسان فتهاجم وتلذغ وتسبب آلام كثيرة. وأحيانا يعني أنا بعرف ناس يعني كبت كل الأثاث تاعها وكان موجود. يعني أنا شارح طرق مكافحة بق الفراش وفيديو كامل عن شكل بق الفراش وطرق مكافحة بق الفراش، راح أترك لكم إياه في الوصف. الطريقة الثالثة أو التقسيم الثالث، حشرات تعيش كل حياتها على جسم الإنسان مثل القمل، مثل قمل الجسم، قمل الشعر، قمل العانة. هاي كلها أنواع تعيش طول حياتها على جسم الإنسان. التقسيم الرابع وهو ديدان بيضاء، تعيش على الجروح والأماكن المفتوحة في جسم الإنسان. وهي راح احكي لكم قصة يعني لشخص قريب. الذباب المنزلي حط بيوضه في انف شخص او طفل رضيع، تمام، وبعد فترة ظهرت اليرقات من انفه. يعني لا يصدق، موضوع يعني جدا خطير. هاي الديدان، هاي اليرقات، فظهرت اليرقات فسببت مشاكل كثير كبيرة لهذا الشخص. فبتمنى الواحد يعني دائما يكافح أو يعقم أماكن تواجد هاي الحشرات، من الذباب، من البعوض، لأنه يرقاتها دخلت جسم الإنسان بتسبب مشاكل كثير كبيرة. التقسيم القبل الأخير، حشرات تزور الأماكن الملوثة والنفايات وتزور مكان الإنسان أو المنزل، مثل الذباب. الذباب يجي على النفايات، على الأماكن الملوثة، ويدخل إلى المنزل فيؤدي إلى تلوث الطعام، تلوث المنطقة الموجودة، وضع البيوض، والبيوض أن توفر الظروف المناسبة تصبح يرقات وتسبب العديد من المشاكل. آخر تقسيم لهذه الحشرات، حشرات تهاجم الإنسان في محاولة الدفاع عنها، مثل النحل والدبابير. إذا بتقرب عليهم في أداة اللسع بتقرص الواحد يعني فيسبب خطر. عشان هيك أحيانا بنلاحظ بعض أنواع الدبابير الأحمر أو الأصفر موجود في الأباجور، فبحاول الشخص أنه يشيله أو يزيله بالطرق التقليدية، يؤدي إلى القرص وممكن تسبب تحسس وممكن يؤدي إلى ذهابه إلى المستشفى. يعني يفوت في متاهات كثير كبيرة وهو بالغنى عنها. لذلك أنا حبيت أبين لكم في هذا الفيديو تقسيم الحشرات، لأنه إحنا لما نعرف شو هي الحشرة ونعرف تقسيمها ونعرف أعراض هاي الحشرة إحنا بنعرف نكافحها. فأنا دائما بحب في جميع فيديوهاتنا على القناة لو ترجعوا لها، أنا بحب دائما أعطي مقدمة عن نوع الحشرة، لأنه معرفة الحشرة هو السبب الرئيسي في تحديد طريقة المكافحة المثلى
التخلص من هاي الحشرات. يا ريت إن عجبكم الفيديو عمل لايك واشتراك في القناة، ولا تنسوا أي ملاحظة أو أي تعليق زي ما عودناكم دائما تكتبوا لنا إياه أسفل الوصف، وشكرا لكم.